ما يتعلق بالقبر، القبر هو أول منازل الآخرة، وكان عثمان رضي الله تعالى عنه إذا ذكرت الجنة والنار لم يجدوا منه بكاء، وإذا ذكر القبر بكى رضي الله تعالى عنه. فقيل له في ذلك، فقال إنه أول منازل، أول منازل الآخرة، فإذا سلم الإنسان فيه ونجا كان ما بعده نجاة وسلامة.